القضاء. القضاء هو متعلق بهذه الزاوية، وأنا أعمل في القضاء من أول الثورة، وكما يقال أدخل في هذه المؤسسة إلى نخاعها، وعندي تصور قلت هذا لإخواني القضاة كثيرا، نحن قضاة ضرورة. شو يعني قضاة ضرورة؟ يعني نقضي في الأمور التي لا يمكن أن يتحقق الأمن العام إلا بالحكم فيها. اثنين اختلفوا مع بعضهم على مال، نصلحهم، نأخذ الحق لهذا. ولسنا قضاة بالمعنى الصحيح أن إمام مسلمين موجود ومكننا، فليس لنا الحق في أن نقتل بعض الناس بذرائع لا يمكن إلا الإمام مسلمين كبير أن يفعلها. ليس لنا الحق في أن نحاسب الناس على منكرات مثلا وحساب لا يمكن تطبيقها إلا بإمام عام. نحن قضاة ضرورة. اليوم القضاء في بلادنا تجاوز هذه المرحلة، وظنوا أنفسهم قضاة في دولة ممكنة من إمام ممكن نصبا، فبدأوا يتدخلون في قضية الأملاك العامة، يتدخلون في رجل بده يعمر بيته، رجل مثلا لا يجوز لك ذلك، دخلوا في قضية الأمور المدنية، دخلوا حتى في خاصة الإنسان في لباسه، لا يجوز أن تلبس كذا ويجوز أن تلبس كذا، في منكرات عامة مثلا فعلت إنسان بده يدخن لا يجوز أن تدخن ويلاحقونه ويسجنونه. هذا ليس قضاء تمكين، هذا من صالح الإمام. عندنا اليوم قاتل مثلا قتل، عندنا إنسان ممكن أن نحكي لنزيل الخلافات، أن نحكم لنزيل الخلافات، قضاء ضرورة لبسط الأمن بس فقط. وقضاء الضرورة هذا فرض علينا الظرف. إذا توسعنا، ولعل يقول هذا الكلام بصراحة، إذا توسعنا وجعلنا القضاء اليوم قضاء تمكين ومن صلاحيات القاضي كل صلاحيات القضاء التي كانت موجودة عندنا، فهذا ليس تطبيقا صحيحا.